لو الحكاية فيها إن فيتو. أعرف الصابر معاكي، احنا من جزيرة القرصاية بحر عظم، ماشي. احنا شغلتنا صيادين. فعلا حضرتك من المدرسة من سنة خمسة لقيت والدي بيشغل في البحر ومش عارف له كده، وهو كان تعبان وقلت اطلع اساعده بس. فخلاص مسكت في الصنعة دي، بطلع اشتغل اي شغلانة برة ما بعرفش اشتغلها، لان خلاص انا ولفت على دي. في ظروف الجو اهو، احنا خدنا خلاص على الشتاء، بنشتغل في الشتاء على حسب يوم بيوم وبرزقه. صيف بنشتغل في الصيف يوم بيوم برزقه. ايوه كل حاجه غزل زي ده كده بنعمله مثلا للشتاء، في بنعمل للصيف، بنعمل حاجه للصيف، كل واحد يعني كل حاجه وليها وقتها. نوع سمك فيه بولت وفيه بياض وفيه قرم، فيه كذا نوع مش نوع واحد. اكتر من يجي 200 نوع. اكتر وقت في خير من شهر، يعني من شهر واحد بياخد 12 واحد يعتبر، وبياخد معاك من 4 و5 و6 4 اشهر في السنه اللي احنا بنستنى بنرزق منه. بنحافظ على الزريعه عشان نرزق منها. الوقت هم بقى لهم اكتر من 7 8 سنين و10 سنين مفيش وزير ولا اي حد بيرمي سمكيه في البحر، بياخدوها يبقوا قالب بتوع المزارع. شغل بص شغل على بعضيهم، مصالح زي ما بيقولوا. ما هو خطر يوم على كيكة في البحر، وكله بيعوم وكله متعلم العوم من صغرنا، والعيال عنده 4 سنين وخمس سنين بيعرف يعوم هنا في المنطقة اللي احنا فيها، ومكان يعني ما تخافيش من أي عيل فيه، وإحنا ما بنخافش من حاجة يعني من البحر. أي حاجة بنتعرض لها في البحر ما بنخافش منها. حد متوفي في البحر، اي حاجه في البحر ما بخافش منها. انا بشتغل مثلا على حسب الرزق، ساعات بنزل الساعه 2 بالليل، باجي بروح الصبح الساعه 9 10، ساعات بنزل الصبح بروح الظهر، ساعات بنزل العصر بروح المغرب، على حسب الرزق. ما فيش رزق الصبح بقول اجرب مثلا اخر النهار، اجرب بالليل بس، ورزق يوم بيوم. احنا يعني مش طمعانين بنقول حاجه، يعني لو بنطلع نسرق ولا بنطلع مش عارف ايه ولا بنطلع ايه.